اقول ايه بس، يعني يمكن مصر كلها عايزه تسمع النهارده من ضيفي العزيز الكابتن عصام الحضري اللي منورني ومشرفني، وبقول لك شكرا للمشاركه النهارده في برنامج 90 دقيقه يا كابتن. الله يخليك يا معتز، انا سعيد ان انا موجود معاك، واكيد اول دعوه ما جات لي ما اتاخرتش، وسعيد اكتر ان انا باجي معاك بعد كل فتره كده بقى في حاجه كويسه، والحمد لله ان هي جت في موقف ان البلد كلها فرحانه والشعب المصري وجمهور مصر كله فرحان. دايما كده وشك حلو علينا يا كابتن حضري، وبقول لك الف مبروك. وقبل ما ادخل في طرح اسئلتي اللي كل الناس عايزه طبعا تطرحها عليك، وبالمناسبه عاملين هاشتاج اسالوا الحضري، فمواقع التواصل الاجتماعي شغاله زي النار الحمد لله، هيتراح جمهورك حبايبك. يا حبيبي انا عينيا ليك، وطبعا تحت امر جمهور مصر اللي هو ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، ونعم وجاهز لاي سؤال اي حاجه، انت عارف انا تحت امرك، مفيش مشكله. ربنا يخليك يا كابتن عصام. انت يعني مبدئيا كده انت كنت فين في ال 24 ساعه اللي فاتت وجاي منين؟ لان بصراحه لما عرفت انا يعني فرحت واستغربت. لا هو اول حاجه زي ما قلت لك، انا يمكن قبل ماتش المنتخب كنت في عمره، وكنت عامل حساب ان في نادر ان انا بعد ماتش غانا ان شاء الله ربنا يكرمني. الحمد لله خلصنا الماتش وكسبنا، رجعت سافرت العمره، عملت في حوالي 12 ساعه ركبت الفجر وطلعت خلصت عمرتي ورجعت الحمد لله تمام، وموجود دلوقتي معاك اهوتي، ما فيش اي مشكله. يعني انت بتسافر تعمل عمره في الفجر وترجع في نفس اليوم؟ ما فيش مشكله، اصل هي الموضوع كله الوقت ده وقت هدوء في المملكه العربيه السعوديه، وهي بتاخد حسب وقت انت تقدر تعملها في ساعتين في ساعه، وببقى مظبط كل حاجه. يعني عصام الحضري جاي من السعوديه على استوديوهات قناه المحور في مدينه الانتاج الاعلامي، برنامج 90 دقيقة معايا على طول، تحية كبيرة للحركة دي. يعني جاي لنا كده من عند الكعبة، من عند مكان طاهر وجميل، فجاي كده بالروح الحلوة دي وبال ال 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 الريحة الحلوة بتاعت الكعبة. هي القصة زي ما قلت لك هي حاجة جميلة، ده بيت ربنا طبعا، الناس كلها مصر كلها والوطن العربي كله بيتمنى يبقى موجود في المكانة دي، ودي حاجة أنا بقى يعني أنا متعود عليها على طول يعني الحمد لله، وبحس إن لما بحس إن في حاجة ناقصاني بروح على طول، لأن زي ما قلت لك دي حاجة كويسة، لأن بتخلي الواحد بيبقى مرتاح نفسيا. ساعات ببقى أنا مضغوط عصبي، ضغط عصبي مشدود متضايق، في حاجات بحاول ان انا اروح يعني اخلي نفسي طبعًا. ان ابقى جاي عادي كاني ما فيش حاجه حصلت قدام الواحد. ما فيش شك ان الكل عايز يسال على ماتش غانا، والحمد لله رب العالمين انه الثلاث نقاط اتحققت، وانه المنظر كان يعني 2-0، فنتيجه برضو مشرفه. بس كابتن عصام الحضري قبل الماتش اتعرض لبعض الانتقادات، وكان داخل الماتش بروح تحدي عالية قوي، ممكن تحكي لنا على الروح دي يا كابتن عصام؟ هو أول حاجة يعني مش عيب إن أنت تعترف إن أنت أخطأت أو أنت ما كنتش موفق، بس أنا ما بحبش كلمة إن أنت أخطأت، بحب كلمة إن أنت تقول، لأن التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعًا. أول حاجة يمكن قبل ماتش المنتخب كنت في ماتش ما وفقتش فيه، وده طبيعي، وأنا حمدت ربنا إن التوفيق ده بيجي لك، ما يجيلكش في حاجه تكون حاجه حساسه، يعني ممكن يكون في قرار محتاج ان كل واحد يبقى مركز. رغم ان انا عندي كل حياتي واحد، ماتش ودي زي ماتش رسمي زي ماتش زي تدريب زي كل حاجه في حياتي، انا مش كل حياتي كلها جد. ما بقدرش ان انا اهرج، ما بقدرش ان انا اطلع بره تركيزي. وانا زي ما قلت لك انا في ماتش، يمكن في ماتش مع وادي دجله، في عوامل كانت حواليا خلتني اتعصبت وخلتني طلعت بره تركيزي، وخلتني ان انا منش في المود اللي هو كان الناس متعوده على عصام الحضري. بعدها انا لقيتني اتعصبت جامد، وعشان كده قلت لك انا سافرت السعوديه عملت عمره ورجعت، رجعت على تحدي اللي هو ماتش غانا، اللي هو ان احنا في 24 لاعب موجودين في المعسكر، محتاج ان ال 24 اللي موجودين في المعسكر كلهم يتنافسوا على، ما فيش حاجه اسمها هناك في منتخب مصر حاجه اسمها كل واحد حاجز مكانه. لا. ودي حاجه بتحسب للجهاز الفني. ان كله لازم يكون في مستوى بعض، بل اللي يقدر يفوق على زميله ما فيش مشكله،
احنا عندنا مصلحه واحده اللي هي منتخب مصر، عايزين يبقى 11 لعيب بما فيهم، وانت يمكن شفت الروح بتاعه 23 لعيب، اللعيبه اللي قاعده بره طبعا زي اللعيبه اللي جوه طبعا. اسره واحده، احنا موجودين لخدمه مصر، موجودين ان احنا نرفع علم مصر بما فيها الجهاز الفني. ده حاجه زي ما قلت لك كان داخل تحدي جوايا ان انا عايز العب ماتش غانا، عايز اكسب الماتش، عايز ان ربنا يكرمنا ويوفقنا. عشان كده الحمد لله زي ما قلت لك اللعيبه كلها في الماتش ده تلقى كله كان كله في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، في روح، في اداء، في مجهود في الملعب مبذول، والجهاز الفني برضه بتحسب للجهاز الفني، وانا واحد بشكر الجهاز الفني. ده جهاز فني ما بينامش، انا بقولها لك ما بينامش، مستر كوبر ده ما بينامش. والجهاز الفني ناس عايزين يعملوا حاجه للبلد. انت عرفت انك انت ضمن التشكيله الاساسيه؟ بص هقول حاجه عشان بس الموضوع ده الناس بتقعد تسال فيه، هو مش مين الـ في محاضره قبل الماتش، انا بنام ونايم بالليل بحلم اني بلعب بكره اكيد يعني. كل واحد مركز طبعا كلنا انا لا في المحاضره زي ايه اللعيبه بالظبط يعني زي اللعيبه بالظبط، بعرف قبل الماتش مثلا بثلاث ساعات اربع ساعات بعرف ان ايه موجود، ما هوش انا لوحدي، ال 11 لعيب بيتعرف مين هم اللي موجودين. يعني عرفت قبل الماتش، يعني مثلا المحاضره كانت الساعه 3:30، 3:30 و5 كنت انا عارف ان موجود التشكيل مكتوب قدامك على السبوره قدامك يوم الماتش. يوم الماتش مفيش حد اصلا بيعرف، ممكن يكون في حاجات في التمرين بتحصل تكتيك الخواجه بيعمله او حاجه بس مفيش حد من اللعيبه عارف انه يلعب اساسي الا محاضره الماتش يوم الماتش. بس دي حاجه بتحسب للجهاز الفني ان كل 23 لعيب عايزين يلعبوا، كل 23 لعيب مركزين مين يلعب مين ما يلعبش، دي بتاعت الجهاز الفني. عشان كده احنا اليوم المباراه كلنا بنعرف ال 11 اللي هيلعبوا وال 12 اللي موجودين احتياطي. طب كابتن عصام احب اعرف رايك في، يعني اعذرني في السؤال يعني، لا لا لا، بس عصام الحضري حارس المرمى العملاق ده مفيش مشكله عنده نفسيه انه يبقى مثلا احتياطي لحراس مرمى نجوم برضو بيحرسوا مرمى مصر ويكونوا اصغر منه سنا او اقل منه؟ بص لا دي ما تقللش مني، وهقول لك على حاجه، انا يمكن قعدت حوالي شهر سنه وثلاث شهور مش موجود في معسكر المنتخب. وجي الكابتن ناجي ومستر كوبر قال لك احنا ماشيين بسياسه ان احنا عايزين نعمل جيل جديد او نعمل حراس مرمى مصر، وانا اول واحد ما كنتش زعلان وبل كنت مكسر الدنيا وعارف ان كل معسكر هيتقال اسامي انا ممكن يكون مش موجود. بس حاطط عندي جوايا يقين ان انا هبقى في اي وقت هكون موجود في منتخب مصر. انا من طبعي ما برميش الفوطه، من طبعي عنده طموح وحاجه من عند ربنا لازم اقول الحمد لله ان ربنا بيديني على طول اصرار وبيديني حماس وبيديني توفيق من عنده. ولما حصل اللقاء بيني وبين الكابتن ناجي كان هم ما بنضمش خالص. وبعد سنه وثلاث شهور الكابتن ناجي اتكلم معايا قال لي حضر دلوقتي احنا بنفكر ان انت ترجع. كابتن ناجي اللي هو انا بعتبره زي ما قلت لك قبل كده ان هو اخويا وصاحبي ومدربي وصديقي وكل حاجه. لان لما اتحطيت على الطريق اللي هو اخد احسن جون في افريقيا كان هو بادئ معايا على الطريق. ثم الكابتن احمد سليمان، ثم الكابتن فكري صالح، ثم الكابتن ضهراوي، ثم كابتن اكرامي الله يرحمه، الكابتن حسن مختار. انا مش عايز يعني مش عايز انسى حد. بس عايز اقول ايه، ان هو لما اتكلم معايا قال لي حضري احنا بنفكر ان انت تيجي. قلت له يا كابتن اللي انت عايزه، قال لي تيجي جون رابع، انت جاي جاي جون رابع، جون ثالث، جون ثاني، انت عليك تقول. قلت له يا كابتن وانا جاي في خدمه البلد، لو انتوا عايزيني اشيل يعني الجزم الكوره والميه والقمصان وكل حاجه انا بخدم جاي اخدم بلدي. بقى معقوله والله عصام الحضري انا بقول لك انا بقول يشيل حاجة اللعيبه؟ ايه يا جماعه ده؟ والله انا قلت له كده، والله هو قلت حتى لو انت اتكلمت مع الكابتن ناجي هيقول لك كده. قلت له يا كابتن انا جاي، قال لي هتيجي احنا نقول لك تبقى موجود، موجود في المدرج، في المدرج تشيل مع عبد الله عامل لبس كور تشيل. زي ما قلت لك هو مش عيب، انت الكبير. انت الكبير، ولحد النهارده احنا بنعمل كده. يعني احنا النهارده مع العمال بتوعنا واحنا زي التدريب بنشيل الكور وبنشيل المايه وبنشيل القمصان وبنشيل كل حاجه ومخلصين التمرين نفس نفس الشيء. فالاجابه انك انت ما عندكش مانع تقعد، ما فيش عندي مانع، انا عايز أو انا عايز اوصل ابقى
امثل بلدي، لان البلد دي غاليه والتراب بتاع البلد ده غالي. اللي ما فيش حد بيحس بالمسؤوليه دي الا لما في حاجتين بالظبط، لما يكون ساعه السلام الوطني وساعه ما انت تكون لابس تيشيرت منتخب مصر. دول ما فيش حد بيحس بالاحساس ده. وساعه السلام الوطني تحديدا المره دي في لقطه اتلقطت لك وانا عايز اسالك عنها، ويا ريت الاستاذ محمد بدوي يجيب لي اللقطه دي. عصام الحضري بيصرخ في الاخر. انا قلت لك يا معتز، انا بقول كان لك إيه؟ لا دي إيه صرخه بعد السلام الوطني. آه. صرخه اللي هي تحس ان جواها بتديني صرخه، بتديني القوه، بتديني صرخه النصر. ما انا عشان قلت لك ما فيش حد بيحس الا لما تكون 90 مليون. يعني عايز تقول لنفسك ايه؟ يلا يا مصر. يلا يعني انا عايز مصر دي تبقى يعني مش رقم واحد في افريقيا، ده رقم واحد في العالم. لان انا عارف يا اخي، لان عايز اقول حاجه، موضوع ان انت تبقى وطني وتحافظ على بلدك دي حاجه ربنا هو اللي بيزرعها جوايا. طبعا اكيد. وربنا لما بيديني لحد النهارده ان انا اجوم منتخب مصر وبتعب، دي حاجه بقول الحمد لله. ولما حصل الحوار بقى اللي بيني وبين الكابتن ناجي، انا عايز احط رجلي اخدم بلدي باي حاجه. قال لي انت جون رابع. قلت له يا كابتن جون رابع؟ الناس بتقول لك زي ما انت قلت عصام الحضري جون. جون رابع، ما فيش مش عيب. لغايه ما بقيت جون ثالث، جون ثاني، بقيت جون اول. دي حاجه انا بقولها لك ان انا عندي طموح وعندي اهداف. والكابتن ناجي ما كانش متوقع ان انا لما اجي المعسكر اللي هو بيعتبر زي ما قلت لك هو مربيني وهو اللي عامل لي وهو اللي بيقف معايا وهو اللي بيتكلم معايا، ولما اكون انا متضايق هو اللي بيخليني ابقى مبسوط، ولما اكون عامل حاجه هو اللي يجيبني يقرص ودني ويديني جزء اقلام. عمري في حياتي، لان انا بقول لك انا ده شريك حياتي 50-50%. فهو له مطلق الحريه، مطلق الحريه. بص ما بخبيش اي حاجه، ما بخبيش. بص انا لما ببقى ساعات متضايق بروح افضفض ليه. لما اكون حاسس ان انا مخنوق اروح اتكلم معاه. لان انا تعودت، هو عودني 8 سنين مع بعض، دخلنا في 9 سنين 10 سنين دلوقتي. بالمناسبه كابتن حضري، ما اعرفش تعرف التصريح ده ولا لا، ما اعرفش كمان نقدر نشوف مثلا من جريده او موقع اخباري، الكابتن ناجي بعد ما انتهى ماتش غانا قال عصام الحضري ده معجزة من معجزات الكورة. أنا هو عارف كل حاجة، هو يعني بيعرف كل حاجة عني. عشان كده أنا واحد بقعد طول حياته حتى وأنا في صلاتي بشكره وبتدعي له، وبدعي له، لأن هو شخصية يا جماعة، شخصية بتتعب جامد. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، أنا ساعات لما بتمرن معاه 10 أيام في معسكر، برجع النادية بقعد. يعني هو الحمد لله هو والكابتن فكري صالح بيكملوا بعض. لان برضو الكابتن فكري صالح طبعا من الناس المدربين اللي انا برضو تؤسست على ايده من اول ما طلعت وانا معاه في المنتخب. اكيد طبعا كابتن فكري صالح. انا ساعات بستنى معسكر المنتخب بفارغ الصبر. عشان بلدي وعشان اسم مصر وعشان اتمرن 10 ايام مع الكابتن ناجي. برجع النادي بتاعي احس ان انا 3 شهور ممكن قدام او 6 شهور كمان. هاخدك لاجواء الماتش من الساعة 3:30، الماتش كان 6 مساء، 3:30 عصام الحضري عرف ان هو حارس مرمى منتخب مصر في هذه المباراة المصيرية. أول حاجة يعني خليك صريح معانا. لا يعني أنا معاك في أنت يعني معلش، ما هو أصل منتخب مش سهل. منتخب معلش يعني كابتن حضري، أصلك بيقولوا عليك أسد أفريقيا، أنت عندك خبرة كبيرة، أنت عندك خبرة كبيرة في اللعب مع الأفارقة. أنا بعتبر إن زي ما قلت لك، بس أنا بعتبر وأنا أي مباراة بلعبها مع منتخب مصر بعتبرها عندي هي أول مباراة في حياتي. منتخب رهيب يا كابتن حضري. أنا من عشان فكرت في إيه بقى الساعة 3:30؟ كنت خايف. بص هو الأول حاجة عشان نتكلم في حاجة مهمة، لازم ندي كل واحد حقه. إحنا بنتكلم على جهاز فني، مستر كوبر وفانتا وانطونيو والكابتن اسامه نبيه والكابتن ناجي والجهاز الطبي والاداري. الناس دي قبل المعسكر بيقعدوا يشتغلوا بيجهزوا المعسكر منتخب مصر. ما فيش حد عارف هما بيجهزوا ايه. الجهاز فيه مستين. عندهم هما كلهم بيشتغلوا كاسره واحده. ان هما عايزين يعملوا حاجه، ومستر كوبر ده عايز كانه هو واحد من مصر دلوقتي.
يعني لما اتفرج لما هو بيتكلم في محاضراته بيقول تحيا مصر، يعني راجل بيتكلم بلغه هقول ارجنتيني وحتى مش انجليزي، بيتكلم اسباني، بيتكلم باسباني، راجل بيتكلم بالعربي يقول لك تحيا مصر. جهاز فني بيتحرك الراجل، يعني ما بيسيبوش بعض ممكن ثلاث ساعات اربع ساعات في اليوم. بالليل. كل ما انا اشوف مستر كوبا ده ماشي قاعد انا بستغرب بينام امتى؟ يعني جيت سالته قلت انت بتنام امتى؟ يعني قال لي حضرتك مشكله اللاعب في مصر او مشكلتنا في الكوره ان اللاعب بيفكر بس في ال 90 دقيقه او بيفكر في الساعه وربع، انا بفكر في ال 24 ساعه. بيقول تحيا مصر يعني بالعربي زينا، بيقولها تحيا مصر، بيقولها ازاي كده قلده؟ ما اعرفش هو بيقولها، انت عارف الاجانب بيقولوها يعني هي طالعه منهم بتبقى مكسره شويه، يعني بيقول ازاي، يقول ايه؟ تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. طب تحيه بقى كبيره لكابتن كوبر. حاجه تانية، الكابتن اسامه نبيه يعني هو بيتعامل مع اللعيبه مش هقول كمدرب، كصديق وصاحب لهم. الكابتن ناجي بقى وفانتا وكلهم بيتعاملوا مع احنا كاسره، كاسره واحده عندنا هدف واحد. كوبر وراكوا فيديوهات؟ ما انا هتكلم بقى هنيجي بقى لحاجه مهمه، لان انا سمعت انها فيديوهات. هنيجي لحاجه مهمه غريبه من ماتشات رجعنا لورا. بص حاجه مهمه وانا عرفت قيمه الحاجه دي، لازم كل انديه مصر او اي منتخب في العالم بيبقى معاه واحد اسمه محمود فايز. كابتن محمود فايز ده حاجه مش عايز اقول لك. تقطيع الفيديوهات، لاعب كل واحد في ناديه بيلعب ازاي وبيتحرك ازاي وبيحط ازاي في الدوريات الاوروبيه، في يعني فريق غانا جاب لنا كل ال 23 لاعب محترف بيلعب، جابوا اجوانهم ازاي في اوروبا، اجوانهم ازاي مع غانا، طريقه لعبهم ازاي، بيتحركوا ازاي مع واحد بيعتبر، احنا بنقول لك بيعتبر 40% من نجاحنا في ماتش غانا بتحسب ليه، مع بيعمل لنا فيديو قبل قعد المحاضره. الفيديو ده بيخلي اكتر، يعني مش هقول اللعيبه كل واحد ليه احساسه ومشاعر اللاعب منه طبعا. ان كل اكتر اللعيبه ان اللعيبه كلها بتدمع بنبقى عايزين الماتش دلوقتي عشان نخلص الوقت ونكسب الماتش دلوقتي في الحاجة. يعني ايه اللي بيسبب حاله الحزن دي؟ مش حاله حزن، احساس بالوطنيه بالبلد بيخليك ان انت تروح الماتش تبقى عايز تعمل كل الشحن اللي جواك تطلعه في المباراه عشان تكسب المباراه وده اللي بيحصل. يعني واحد يعني الكابتن محمود ده حاجه يعني بقول لك لازم كل مصر كلها تعملها في الانديه بتاعتها. وانا مبسوط انك انت بتتكلم عنه، لان ربما ان الاعلام مش مديله حقه، لان هو مش واخد حقه، جندي مجهول يعني عليك نور، بس راجل واخد حقه، وهو راجل يستاهل هو والجهاز الفني اللي معاه ان احنا الناس دي لازم نحطها على الراس، لان الناس دي بتشتغل 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 مع مجموعه اللعيبه اللي موجوده. هو الراجل يتمنى يجيب كل لعيبه مصر بس هو مرتبط ب 23 طبعا، وكل ال 23 لو انت حسبتهم النهارده ان في عنده 10 محترفين، يعني مطلوب منه 13 لعيب من الدوري المصري. هو الراجل بيبقى عايز يجيب كله، بس هو محكوم بعدد، وعشان كده هو الجهاز كله بيبقى الله يكون في عونهم لما بيجوا يختاروا ال 23 او ال 25، بيبقى الله يكون في عونهم لما يجوا يختاروا ال 11 او الـ او الـ او الـ او ال 12 اللي هم موجودين احتياطي، الله يكون في عونهم، بس زي ما قلت لك ربنا بيدينا عشان هما بيتعبوا واحنا بنتعب معاهم. وعلى فكره بالمناسبه اي جهاز فني في اي دوله في العالم لازم العالم كله هيمر كده بالمرحله دي، العالم كله كده. الفيديو اللي خلاكوا تدمعوا، هل تقدر تحكي لنا تفاصيله؟ بس هو الـ هو الـ هو الـ هو الفيديو، هو احنا كل ماتش بيعمل لنا فيديو اختلاف. الفيديو اللي هو اتعمل بتاع الكابتن محمود اللي هو ده بتاع الماتش الاخير، الثاني كان بتاع الكونغو كان غير ده. بس ده جاب لنا اول حاجه الهزيمه بتاعتنا بمسوكه معينه اللي هي اتغلبنا في ماتش غانا 6-1. ايه ده؟ لا بطريقه معينه افهم مع الموسيقى بيحسسك. وبعد كده حته الشعب المصري حزين بعد 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 الماتش يعني شوف، جاب لك طريقه الاجوان وطريقه اللي الناس كانت زعلانه وحزينه والناس اللي عيطت بعد الماتش. بعد كده جاب حته الجمهور كويس. ادى ثلاث حاجات. بعد كده بدا تاني بفيديو للعيبه بتاعتنا واحنا بنصد
وانا بصد مثلا والشناوي وشيف بيصد ورمضان صبحي بيجيب الجول محمد صلاح وكل حاجه كويس. حاجه ثالثه بعد كده جاب كل واحد صورته هو وعيلته اللي هو اسرته هو ومراته هو والحاجه او الحاج الحاجه كده واللي هي الاخيره اللي هي بقى فرحه الشعب المصري لما بيحصل الفوز. كل الحاجات ده في فيديو حوالي 9 دقائق 10 دقائق يا خبر. اتفرج بقى انت تنزل الماتش عامل ازاي. في اللي بيدمع وفي اللي طبعا قاعد مشدود وفي اللي مستني المباراه وفي يعني عشان كده بقول لك الفيديو ده لو هو موجود الكابتن محمود ساعات بينزله على طول. هو اكيد على وصف الكابتن حضري ده فيديو تحفيزي من الطراز الاول بس. يخليك عايز تنزل يسموها ايه تاكل النجيله. مش تاكل النجيله بس ده انت ممكن يعني تاكل الناس اللي في الاستاد كلها. ده انت ممكن تاكل اللعيبه. عشان كده بقول لك هو راجل يعني انا لواحد بقول لك بطلب كل انديه مصر ان يبقى عندها واحد كابتن محمود فايز. تمام. وازاي عايز اقول حاجه كفايه ان هو بيحفزك وبيخليك باصرار البلد وانت عايز تعمل حاجه للبلد. عشان كده زي ما قلت لك احنا ربنا مش هيضيع تعبنا لان احنا صحيح. بنتعب جامد والجهاز الفني بيتعب معانا واعضاء المجلس طبعا الكابتن هاني ابو ريده واعضاء المجلس معاه نفس الشيء موجودين معانا ما بيسيبوناش معالي الوزير نفس الحكايه. طبعا قول لي كابتن حضري كنت خايف من ايه؟ الفيديو بيتعرض على فكره بالمناسبه واحنا على الهوا اللي كابتن حضري لسه متكلم عنه. هو ده الفيديو مدته قد ايه؟ يعني عارف لو علقنا عليه كابتن حضري ده متهيألي أو ده ماتش كوماسي ده ماتش اللي هو 6-1 ده الماتش 6-1 ده هم بدأوا لكم كده بيه بدأنا ماتش كده أو كده يعني هي اللي هي القصه كلها بدأ ابو تريكه بدأ بكل بس ما بدأ بكل اللعب بدأ وهم نازلين الملعب بيسخنوا وهم نازلين ساعة السلام الوطني بدأوا بعد كده اللي هي حتة اللي هي اللي هنبدأ بعد كده ابو تريكه جاب جون وأول أجوان مثلا بدا هو حته ان هو الفيديو عباره عن حته ان هو يخليك ان ساعه الزعل الناس بتبقى عامله ازاي وساعه ان انت عيلتك واسرتك معاك ازاي وانت لما بتكسب بتبقى وبتصد كوره بيبقى منظرك شكلك ازاي لما بتكسب بقى ال 90 مليون بقوا فرحانين ازاي يعني هو بيديك حافز ان انت بتبقى عايز رايح الاستاد عايز انزل الملعب دلوقتي عايز انزل الملعب دلوقتي. انا عايزك بعد اذنك كابتن عصام الحضري تبص على الشاشه وتعلق لنا كده يعني ده اول جزء اللي هو ساعه ما احنا هو جاب لك احمد فتحي هو متعور او ابو تريكه لما جاب الجون اللي هو التعادل ده الجون لما جون دخل فينا اللي هو الثالث يعني هو القصه وكل واحد بقى راجع ازاي بعد الجون كله حزين لا يعني هو الفيديو هو مش حته ان هو بينتقد هو الفيديو بيديك حته ان انت لما انت تكون مهزوم بتبقى انت محتاج تبقى ايه بتبقى قوي بيحطك كده في وضع نفسي معين والتحدي يبقى قدامك صوت وصوره بيديك بيخليك ان انت تبقى عايز تطلع كل اللي عندك لان هو جاب لك اربع حاجات لو انت شفت في الفيديو بيجيبك وانت بتسخن وانت نازل ماتش وانت مغلوب بعد كده بيجيب لك فيديو تاني وانت اصلا قاعد مع عيلتك او انت بتصد او انت بتطلع كوره او واحد بيحط هدف بعد كده بيجيب كل حاجه بقى لكل واحد صورته هو وعيلته عيلتك بتبقى معاك ازاي وانت ما بتبقى انت كسبان وانت فرحان بعد كده بيجيب لك اهم حاجه اللي هي ال 90 مليون. مين صاحب الفكره دي؟ هو الكابتن محمود فايز. هو الكابتن محمود فايز. هو الكابتن محمود فايز مع الموسيقى بقى اتفرج مع الموسيقى مع ما فيش اضاءه والشاشه قدامك كبيره مع السماعات الكلام ده قبل المحاضره رايحين الاستاد وانتوا رايحين الاستاد احنا رايحين الاستاد لا 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 بقول لك بص يا معتز والله العظيم ما هو عشان يعني كابتن محمود او الجهاز بيبقى احساس مش طبيعي ما هوش يعني انا مش قادر اعبر يعني مش قادر اعبر عنه يعني قول لي بكل صراحه كنت خايف علشان قدامك لعيبه بيقولوا عليهم ايه وحوش في الملعب اللي هم بتوع غانا هم محترفين ومنتخب كان شكله حلو جدا المنظومه بتاعتهم واضح ان هم بص على فكره انا بحب اكون صريح مع نفسي وانا صريح معاك انا بقول لك انا 2-0 مظبوط بس فرقه كبيره انا بديك الحاجه اللي جوه الاوضه المغلقه بتاعتنا الاوضه المغلقه بتاعتنا دي احنا كاسره
انا بقى شوف، خلي بالك انا بحدد كلمه اسره. احنا بنتحرك مع بعض كاسره واحده وعندنا هدف واحد. احنا عندنا مستر كوبر بيعمل عندنا محاضرات، يعني هي ممكن الناس بتتوقع ان هي كتير، هي مهاش كتير. هو بيديك الحاجه النبذه ان انت عملت ايه في مهارات، ازاي في ماتشك صديت، ازاي في ماتشك التكتيك بتاعك، ازاي في ماتشك. دي حاجه من هم الحاجات اللي هم جايبها لهم، ان هم بيعملوا لما جم ماتش مصر هنا جايين يطبلوا وبيغنوا، يعني ان هم صاعدين. يعني الماتش اللي هو برضو اللي كان التاني، اللي هو الماتش التاني كان وكسبناهم 2-1 احنا 2-1. بيعمل بعد كده، هو بيجي بيقعد كل واحد مش اخطاء، بيعرفك ان احنا نتحرك ازاي كتله واحده. بنقفل ازاي مع بعض، نشيل بعض مع بعض ازاي. ده محاضره مستر كوبر كويس. برضو كل المقطع ده مين؟ كابتن محمود فايز. بعد كده بيبدا يورينا الخصم اللي هو في الاوضه المغلقه بتاعتنا هيتحرك ازاي. الاوضه المغلقه دي فيها ايه بقى؟ بيعمل لك فيديو ل 23 لاعب. انت عارف يعني لما يعمل لك ل 23 لاعب، كل لاعب اللي بيلعب في اندلخت واللي بيلعب في وست هام واللي بيلعب، كل واحد فيديو بتاعه، جاب جوان ازاي، بيتحرك ازاي، بيصنع جوان ازاي، بيعمل كورسات ازاي. تقعد تدرسهم كل بنقعد لعيب لعيب. لا كلنا كجهاز فني، كلنا واللعيبه قافلين على نفسنا القاعه بتاعتنا المغلقه وبنتفرج. طب انت كابتن حضري لما بتشوف مهاجم خطير عندهم، معلش يعني، وعنده فرص للتهديف في مرماك، الموضوع ده بيبقى تاثيره ايه عليك؟ يعني هديك مثل، انا في لاعب في نص الملعب شوط اول، ما كنت اتفرج عليه مستر كوبر والكابتن محمود فايز، قال لك ان ده كل كره بتجيله من اي حته في الملعب بيشوط. بيشوط لو هي من ال 50 يارده بيشوط. في هو شاط في الماتش ده في 3 كور. شاط كوره في اول ماتش اللي هي الكوره اللي هي الكورنر اللي اترد، اللي هو شاطه واخده مره واحده على الطاير اللي في نص الجون ومسكتها دي. وفي واحده شاطها وفوق العرض انا طرت معاها، وفي واحده كانت بره الجون خالص. يعني من الحاجات اللي هو قالها عليها بتتنفذ، من الحاجات اللي هو قال لك ان عندهم باك رايت وباك رايت وباك ليفت سراع، لازم نبقى احنا يعني معاهم قافلين عليهم نفس الشيء. والولد اللي كان بيلعب عليه فتحي، اللي هو كان بيلعب عليه فتحي ده مش طبيعي، واللي كان بيلعب ناحيه اليمين، اللي كان بيلعب عليه برضه عبد الشاف، وبعد كده نزل مع رمضان صبحي. عشان كده قلت لك الحاجات دي كلها بنذاكرها معاه بالفيديو ده، بنذاكر الفيديو ده، بنذاكر مش مره واحده، مره واثنين وثلاثه، عشان نوصل احنا رايحين الماتش محافظين المنتخب، حافظين عارفين المنتخب قوي، عارفين 23 لعيب بيلعبوا في احسن انديه في العالم، على عيننا وراس. احنا برضه مصر، احنا مصر، هم خايفين مننا. منتخب مصر ده 7 بطولات افريقيه يعني مزبوط. عشان كده لو احنا خايفين منهم مش خوف عشان بس لا، احنا بنحترمهم وبنخاف منهم، عشان زي ما انت شفت نزلنا كسبنا وهم برضه خايفين مننا، عارفين اسم مصر، عارفين ان في محمد صلاح، في النني، في رمضان صبحي، في احمد فتحي، في حجازي، يعني عبد الشافي، مش عايز اقول، يعني عارفين ان في برضه منتخب اسمه منتخب قوي، هو منتخب مصر. مجموعه حلوه برضه يا كابتن عصام. مجموعه صراحه ما اكذبش عليك، مجموعه لا مجموعه يعني انا واحد بشكرهم، لان هم مجموعه بتساعدني في المعسكر، اي حاجه ببقى انا عايز اوصلها لهم متقبلينها. ممكن ساعات بتعصب عليهم، مش بتعصب عليهم عشان حاجه، بتعصب عليهم عشان مصر. عشان عايزين نبقى احنا كلنا هدفنا واحد، احساسنا واحد. وزي ما انت شفت الشناوي وشريف اول ناس بتبارك لي. يعني اول ناس بترقص معايا في الاوضه طبعا، يعني فاهم عايز اقول لك ايه. الكل مبسوط. ولما انا وصلت بنفس الاداء ده وبنفس المستوى انا بشكرهم، وهم لو وقفوا هما الاثنين هيقوموا بنفس المستوى بل احسن كمان. وهتشكرهم. وانا وهشكرهم، لان زي ما قلت لك احنا عندنا معتز، احنا عندنا هدف واحد يا معتز. مظبوط. وانا مبسوط قوي ان انا بسمع الكلام ده يا كابتن حضري، وربما الناس اللي بتتفرج يقولوا يعني الحضري بقى روحه، يمكن انت ما كنتش كده الاول. انا بص، انا قلت لك مش عيب، انا قلت لك ما كنتش كده. روحك، انا ما كنتش كده، روحك بقى بس مش عيب ان انت تتعلم وتبقى وتاخد من واحد صغير تتعلم منه حاجه، وتاخد من واحد برضه نص نص تاخد منه حاجه، وواحد كبير ومدربك تاخد منه، مش عيب. مظبوط. بس في الاخر زي ما قلت لك انا بتعلم، مش عيب ان انا اتعلم وانا كبير. وتحيه كبيره كابتن حضري على الصراحه دي. صراحه عارف عامل لك مفاجأة صغيرة، أنا بعد شوية هوديك فين يا كابتن عصام؟ هوديك كفر البطيخ. ليك بقالك كتير ما روحتش. لا بلدي دي بلدي. لا فضل عليا حبايبك في دمياط، ناس أهلي وحبايبي دول أهم. أنتوا في شايفين حاجة، شايف على الشاشة؟
ده غير حبايبك اهو مستنيين. بس هنروح لكم بعد شويه، اوعوا تقلقوا واوعوا تروحوا في اي حته.